إن سيدنا إبراهيم عليه السلام اختتن بالقدوم أو بالقدوم وهو ابن 80 سنة. فابن حجر في الشرح بيقول إيه هو القدوم ولا القدوم؟ هل هو مكان ولا آلة كان يستعملها النجار في عهد إبراهيم عليه السلام؟ أنت متخيل مدى تقدم الدنيوي في عهد سيدنا إبراهيم؟ مفيش. فمتصور آلة بيستعملها النجار تبقى عاملة إزاي؟ يستعملها النجارون في هذا العهد، ويقوم إبراهيم ويختتن بهذه الآلة. ورجح ابن حجر أن الراجح أنها اسم آلة للنجار وليست مكانا، واستدل برواية عجيبة جدا رواها أبو يعلى، قال أن إبراهيم عليه السلام لما أمره الله بالاختتان سارع إبراهيم في الاختتان، فلم يجد، عايز يختتن، لم يجد إلا القدوم أمامه، آلة بيستعمل النجار، فاختتن به فتألم، فأوحى الله إليه: لما يا إبراهيم تعجلت قبل أن نبين لك آلته؟ ليه استعجلت؟ كان ممكن ربنا ينزل لك آلة من السماء يبين لك طريقة تكون أكثر أمانا وأقل إيلاما. لما يا إبراهيم تعجلت قبل أن أبين لك آلته؟ قال: يا ربي كرهت أن أؤخر أمرك. قال: يا رب كرهت أن أؤخر أمرك. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت. لم يفكر، نزلت الملائكة تأمره بذبح ولده الوحيد الذي طالما انتظره، وبعد أن وصل إلى مرحلة يتمناها كل والد، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فلما أسلم الاثنين استسلموا وتلهوا للجبين، وناديناه أي إبراهيم.